سبعون متخصصا في العديد من المجالات كيشتغلوا على ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2029 تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة بتنسيق مع العديد من القطاعات الأخرى لتوفير الشروط والمعايير لتقديم ملف متكامل للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. أولا سنعرف بأنه لأول مرة الفيفا أدخلت مجموعة من التعديلات على تنظيم كأس العالم. المعطى الأول والأساسي هو أننا غادي ننتقلوا من 32 فريق مشارك إلى 48 فريق مشارك، بما فيها 19 فرق من القارة الأفريقية عوض 5 التي تمثل القارة الأفريقية اليوم في تظاهرات كأس العالم. معناها أنه حتى 2022 المونديال كان كيدير 32 فريق انطلاقا من 2026 غادي ننتقلوا ل 48 فريق وغادي نشوفوا طبيعه الحال الاجراءات المرتبطه. المعطى الثاني واللي هو اساسي ايضا هو ان التصويت على المستضيف لكاس العالم غيشاركوا فيه كل الاتحادات المغرويه تحت لواء الفيفا وهي 211. لحيدنا بحكم القانون ان البلدان اللي قدمت الطلب نتاعها ما يمكنهاش تصوت، معنيتها ان المملكه المغربيه الولايات المتحده المكسيك وكندا غيبقاو 207 والبلد ملف متكامل كيسعى لتحقيق إنجازات تشمل التنقل، الصحة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، إضافة إلى البنية التحتية الخاصة بالملاعب الرياضية واللي عرفت تطور كبير في المغرب، علما أن الفيفا كتفرض توفير 12 ملعب رسمي وملعبين احتياطيين. اشتغلت الحكومة بكامل أعضائها وعلى رأسها السيد رئيس الحكومة إلى جانب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وتقديم الدعم الكامل، لأننا نعتبر أن هذا الترشيح هو الترشيح للمملكة المغربية، فبالتالي نعلن من هذا المنبر أن الحكومة تقدم المساندة الكاملة لملف ترشيح المغرب لكأس العالم 2026، والدليل كذلك هو حضور جميع القطاعات الوزارية المعنية بهذا الملف، بدءا بوزارة المالية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التجهيز والنقل، وزارة السياحة، وزارة الاتصال والثقافة، ثم وزارة الشباب والرياضة. ورغم ما حققه المغرب من إنجازات رياضية وتنظيمية وإنجاحية للعديد من التظاهرات الدولية بالمغرب، فهو مطالب ببذل مجهودات مضاعفة بدعم من الحكومة المغربية. مازال كاين الخدمة باش نوصلوا لهذه المراحل اللي قدمت لكم اليوم. الملف غادي في واحد الوتيرة مهمة جدا، لكن المشوار باقي شوية طويل، باقي خصنا نحضروا عدة مسادين، ولكن اللي ممكن نقول لكم اليوم واللي شفنا جميع وهو الملف ديال المغرب غادي يكون في واحد المستوى عالي جدا، لأن الحالة فاش كنا في 2003 اللي كنا كنوجدوا 2010 ما كانش المغرب عنده هذه البنية التحتية اللي كاينة اليوم. أمام منافسة قوية من طرف الملف الثلاثي الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، يبقى المغرب الأوفر حظا لتنظيم كأس العالم، ذلك بتوفره على مزايا كبرى أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي، إضافة للاستمرار الأمني للمملكة والحب الكبير الذي يكنه المغاربة لكرة القدم.